يا شعبان شعبان، ايه متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وكيل الاصلاح مزعبب ولا هدول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله. ده مسك ضغط القباني من هيني ولا هدول الواد شعبان من هيني؟ تعال معايا. اتفضل. انت بتحول التحقيق يا سيد، وهيتخصم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ البهايم خاسه. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه، القبادي بيقول كده وانت مسؤوليتك الباقي. طب مش لما تبقوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله، بلاش غلبه بقى، لما البند في الميزانيه يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه، انت هتقلب دماغي بقى؟ اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ليه ظلم، كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي اهو. شعبان مين؟ ابو عبد جواد. اهلا اهلا اهلا. سلام عليك. تعالى. شاي يا ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي يا ولا. مجلس العيله عايزك لامر مهم جدا. عيله مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. تعالى. دي فيها 4 ايام خاص، الماهيه تروح كده. ولا يهمك، تعالى بس. تعالى. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت ايه؟ ورحمه الغاطرين في ماني فاهم حاجه. انا عايزك تقول لي الكلام من الاول عشان انا فهمت ايه شويه. هتقف قدام الموثق، هيقول لك انت فريد، تقول له اه والباقي علينا احنا. اقول له اه والباقي عليكم انتم؟ كل حاجه معمول حساب بمنتهى الدقه. انت مش كنت بتدور على 2000 جنيه؟ خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات، وبدل ما الفلوس الغطرفي بيه اللي كسبها بعرق جبينه وتروح تستنى في العيلة. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ، انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه، ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه كده؟ لا لا يا عبد الجواد، لازم تزودهم شوية. خلاص خليهم 3000، ولا أقول لك 4؟ لا يا شيخ، 4 ده كتير قوي. شوفوا يا إخواني، أنا هلعب معاكم اللعبة دي بس آخد نص الورث. انت مجنون؟ لا حرام، وانتوا كمان حراميه، ومن حضر القسمة فليقتسم. لا يفتح الله، يلا ورينا عرض كتافك. فتكم بعافيه. سلام عليكم. تعال رايح فين؟ سيبيه خليه يغور في 60 داهية. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيرة. النص. طب خليهم 50. النص. لا غور في 60 داهية بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهية؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1، نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهية. We'll be right back.
شعبان اتمحم الوجود، غيرنا جميع الاوراق، شهاده الميلاد، الفيش والتشبيه، حتى الشهادات الدراسيه شلنا منها صور فريد وحطينا بدلها صورك انت، بحيث بقيت انت فريد الغطريفي. اتفضل ادي بطاقتك يا سي فريد، بس كله لهف. بكون في عونك. المهم يعني كل حاجه سبكت يا حبيبي. انا قلت لك قبل كده الانسان قدام الحكومه مجموعه اوراق، وكل اوراقك انت سليم. لو هتدن في مالطا دلوقتي محدش هيصدق غير انك فريد الغطريفي. فريد الغطريفي، فريد الغطريفي. يلا بينا. على فين؟ على محكمة اسكندرية. طب مش هلم حاجات الاول؟ حاجاتك ايه يا ابني؟ انت على رأي المثل، لا وراك ولا قدامك. يلا تعالى تعالى. يلا خارج اسوار السجن. السجن ايه؟ واحنا بنلعب. ما يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في بونيتي. تزوير ايه يا استاذ؟ مو احنا بتوع تزوير؟ احنا الاصل نفسه. كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما تعطلناش. يلا نشجع بقى. مين فريد الغطريفي؟ ايوه. انا. انت فريد الغطريفي؟ ايوه. انا فريد الغطريفي. معاك بطاقة؟ لا. ايوه معايا البطاقة طبعا. فين الشهود؟ انا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد التاني؟ بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزة، الشاري جاهز، ومعادنا معاه بكرة. على خير الله. يلا بقى. ما انت كريم يا رب.